يا صاحبي خليك حبيب وتكلم بعلم صويب، خلي التفلسف وانتبه تمسي عينه بتصبح زبيب. يا صاحبي خليك حبيب وتكلم بعلم صويب، خلي التفلسف وانتبه تمسي عينه بتصبح زبيب. يا عنب لا تصير زبيب حتى تنشف، يعني لا تدعي العلم وتشوف نفسك وصلت من العلم في أي علم، علم ديني علم دنيوي، حتى تتدرج فيه وتتعلم وتقرأ فيه. فإذا تعلمت وطبقت وقريت وتثقفت، ذيك الساعة بتكون أنت متخصص في هذا المجال وتقدر تفتي فيه وتتكلم. أما أنك تجي من باب الطاقة وتتكلم في شيء مالك فيه، هنا أقول لك يا عنب لا تصير زبيب حتى تنشف.